بديلة حالية ستوضع لهم إلى حين وجود حل، يعني وأنت يعني تتحدث قبل قليل أنه لا يوجد حل حتى الآن مستقبلا. يعني سيدتي، المأساة تكمن في أننا دائما ما نحاول أن نقوم بردة الفعل للفعل. يعني المجتمع الدولي والعاملون في الإغاثة الإنسانية فقط في مجاعة، الكل يحاول أن يوفر غذاء هذا العام. لم يتم على الأقل خلال 30 عام الماضية اللي بدأت من أزمة الصومال اللي كلنا نذكرها لغاية الآن، لم يتم قلب المفهوم وبداية تحميل هذه الدول مسؤوليات تنمية زراعاتها على الأقل ولو بنسب قليلة تساهم في خفض الاحتياج الكبير للتمويل الدولي. الآن أصبحت هذه ال 258 مليون الموجودين في 58 بلد في مرحلة الثالثة إلى الخامسة، اللي هي مستويات الطارئة والكارثية والمجاعة من تصنيف الأمن الغذائي،